ما هي مقاييس التفاضل عند الله؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مقارنة عابرة بين الشخصيتين. يقول الأول فوق المنبر: إن لي شيطانا يعتريني، يعني مو مرة ومرتين، يعتري فعل مضارع دائما، فإذا زغت فقوموني. في المقابل يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. الأول، الثاني، الثالث لهم موقف واحد في التاريخ؟ لهم موقف في بدر؟ لا. لهم موقف في أحد؟ لا. الثالث فر بعد 3 أيام، عاد إلى المدينة فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لقد ذهبت بها عريضا. عشرات الحروب، راجعوا جميع التواريخ، هل لهؤلاء موقف واحد؟ رجال لم يسجل لهم التاريخ حتى التاريخ الكاذب ولا موقفا واحدا، ورجل لم يخلو منهم موقف من المواقف. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: والله لو تظاهرت العرب على قتالي لما وليت عنه. يقارن هذا بهؤلاء؟ أكو هنالك قياس بين الشخصيتين؟ الإمام يقول صلوات الله عليه: أنزلني الدهر ثم أنزلني، يقال علي وفلان، وهذا جزء من مظلومية الإمام.